هنرجع لحاجة تاني. دكتور حاتم، يعني صاحبة المشكلة في إحساس عندها شديد بتسلط الأم، وأعتقد من المواقف اللي حكيتها يعني واضح جدا مسألة التسلط والقسوة في المعاملة، لكن هي بتحرص على برها. وهنا يجي السؤال، يعني من جهة الشرع والدين الحنيف، هل يعد التعامل بالحسنى مع الآباء في مثل هذه المواقف من بر الآباء الأبناء بأبائهم؟ لا، الحقيقة أنا عايز أرجع خطوة للخلف، يعني قبل ما نتكلم على الحالة الحاصلة الآن، وهي أنه التربية جزء منها أن أربي ابني أو بنتي على القدرة على الاختيار الصحيح. أنا بعلمه إزاي يختار، وبعلمها إزاي تختار، وبعرفها إزاي لما تمر بموقف ملتبس تاخد القرار الصحيح. صحيح. لكن مش وظيفة الأب والأم أنه يفضل طول عمره هو اللي بياخد قرار مكان ابنه أو بنته. فهي عايزة تعيش معها حياتها بتفاصيلها، وتحدد لها هي شكل علاقتها بزوجها، تتصرف ازاي في المواقف المختلفة بينها وبين زوجها، شكل علاقتها ببنتها، تربي بنتها ازاي، عايزة تاخد القرار بالنيابة عن بنتها في كل شيء بعد ما بنتها بقت زوجة وبقت أم وبقت مسؤولة عن أسرة وبقت. ده من أكبر الحاجات اللي بتخرب البيوت. صحيح. الأمر الآخر إنه الشرع واضح جدا، الشرع أعطى مراتب للعلاقات بين الزوجة وزوجها وبين الزوجة وأبيها وأمها، وجعل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب والأم بشكل واضح جدا. لانه في اسره جديده، لابد الاسره الجديده تاخد حقها، مش هتفضل اسيره الاسره القديمه اللي انحدرت منها البنت وجات للاسره الجديده. يمكن هي البنت هنا بتقول ان زوجها مسافر، هي مش عايزه تسافر عشان تفضل جنب مامتها. ده في الاخير، في الاخر، لكن قبل ما يسافر حتى كان تدخلات امها في حياته مضحكه جدا. صحيح. وهي اللي بتاخد قرار في كل حاجه، وهي المصره ان بنتها تبقى نموذج منها وتسيطر على زوجها، وازاي تدي له مرتبك، ولو اديت له اي جزء من مرتبك تبقى حرام عليا، يحرم عليا كلامك. هي ملهاش علاقه بمرتب بنتها اصلا، وملهاش علاقه اطلاقا ولا تدخل بنتها وجوزها يرتبوا حياتهم وامورهم ويتفاهموا عليها ازاي. الام اللي مصره ان بنتها تجيب تقبض مرتبها وتيجي تسلمه لها هي، انت ومالك لابيك، ده غير صحيح في الحاله ديت. يعني في الحاله دي غير صحيح، لان هي ما بتاخدوش، ده هي بتحوشه لها عشان ما تديهوش لجوزها، ولو ما اديتنيش المرتب يحرم عليا بيتي، يحرم علي كلامك وبيتك ومش عارف ايه. فده كله كلام ساقط تماما، يعني البنت لا تطيع امها في هذا الكلام على الاطلاق، ولا تقطع حبل الموده بينها وبين امها. يعني تحافظ على بيتها، تستقل بامور بيتها، وتبقى شؤون بيتها مغلقه، دائره مغلقه بينها وبين زوجها. وفي ذات الوقت تحافظ على العلاقه الطيبه مع امها، وتسترضيها بالكلمه الطيبه، وتسترضيها بالموده وبالملاطفه الى اخره. لكن أنا غير موافق أنها رفضت تسافر مع جوزها لمكان عمل جديد علشان تفضل قريبة من أمها، وغير موافق أنها ربما لو كان يعني رفضت تسافر مع السفر الثاني اللي هو انتقل إليه علشان تفضل قريبة من أمها. لا، أنت بقيتي مسؤولة، قبل ما تبقي مسؤولة عن أمك الآن مسؤولة عن أسرة جديدة. يعني نقدر نقول إذا الزوجة حست نفسها أو الزوج محطوطين زي ما بنقول كده بين كفاية الراحة، يعني مش عارف يحسم أمره يبر أهله، ولا هي بالذات في مسألة الزوجة، ولا تطيع زوجها، فهنا تعمل إيه؟ وشوفي حضرتك، لازم لازم تطيع زوجها، ولازم تبر أمها. تمام؟ لكن إنها تطيع أمها فتهدر حق الأسرة الجديدة، ده مرفوض تماما. تبر أمها بمعنى أنها بتزورها، بمعنى أنها بتقضي احتياجاتها، بمعنى أنها بتكلمها كويس، بمعنى أنها تتحمل إيذائها وإساءتها، ده البر. لكن الطاعة للزوج، المحافظة على الأسرة ونجاح الأسرة، يعني إزاي هي تسمح أن أمها تهينها وتهين زوجها قدام يعني وجوزها موجود؟ إزاي تقبل أن زوجها بيهان كل مرة من أمها علشان خاطر تحافظ على علاقتها بأمها؟ حالة مرضية الحقيقة، حالة غير طبيعية على الإطلاق. أصلا هتفقد احترامه قدامها بعد كده. والزوج الحقيقة أيضا كتر خيره الراجل متحمل كل هذا علشان ما يتدخلش، وبيتعامل بحكمة شديدة ما يتدخلش في العلاقة اللي بين مراته وبين أمها. لكن هذه العلاقة باتت بحاجة شديدة إلى ضبط. عايز ارجع تاني لنقطة مهمة، انه الحالات دي بتتكرر كتير الحقيقة من خلال مشاهداتي انا شخصيا مع الامهات اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهن بوفاة الزوج مبكرا. صحيح. جوزها مات بدري، فهي مش اختيارا الحقيقة، اجبارا تحولت الى اب وام. اب وام وعائل، وعائل مادي. بقت هي اللي بتروح تعمل البواب، وهي اللي بتعمل صاحب البيت وتدفع له الايجار، وهي اللي بتروح تعمل الخضري والفكاهاني والجزار وتجيب المعاش، وتروح تدفع رسوم المدارس، وتروح تتابع الاولاد في المدارس، وتدفع رسوم الجامعات، وتشتري اللبس، فقامت بكل الوظائف اللي في الدنيا. وهي بتاخد انطباع من البدايه، يعني من اللحظه الاولى، انه من الان لازم تبقي شخصيتك موازيه لشخصيه الاب يعني. فبتتحول الحياه الاب اكتر منها ام، يعني بتاخد مساحه السلطه اكتر منها مساحه الامومه والحنان.
وبمرور الوقت شخصيتها بتطبع بطابع السيطرة والنفوذ والشدة وكذا، وبتتصور ان هو ده النموذج، ان هو الست لازم تبقى كده، الام لازم تبقى كده، الزوجة لازم تبقى كده. فبتيجي بقى بنتها تكبر عايزة بنتها تبقى النموذج ده، عايزة تبقى زيها، ده النموذج الناجح. ازاي تبقى حاجه مختلفه؟ لا، وبتعتبر ان هي لما تبقى زيها ده هيبقى انجح ليها في الحياه، عشان لو حصل معاها مشكله ولا حاجه ما تتعرضش لنفس الصدمه النفسيه اللي هي تعرضت ليها في البدايه. طبعا ما انا اشوف انا عملت كده ونجحت وربيت العيال دول وطلعتهم من الجامعات وجوزتهم جوازات كويسه، فده حاله نجاح اهي. فبنتي لو ما عملتش اللي انا بعمله ده بالضبط كده مش هتعرف تنجح في حياتها. ولذلك هي بتستغرب ازاي بتعامل بنتها بطريقه مختلفه، بتربيها بطريقه مختلفه، ده مرفوض بالنسبه لها. لازم تعمل زي ما انا عملت بالظبط. ازاي هي بتتصرف مع جوزها بطريقه مختلفه؟ ما يصحش، لازم تعمل زي ما انا عملت. ومن ثم فهي اسيره لتجربتها الشخصيه. والحقيقه انه ليس من الحكمه ولا من العدل ولا من الانصاف ان الام تفرض على بنتها تجربتها الشخصيه بحلوه ومره. زي ما قلنا لازم مساحه الاختيار تبقى موجوده. كان ليا استاذ علي رحمه الله ورضوانه، كان مشرفا علي او ناقشا لي في الماجستير، ومره واحنا قاعدين قاعده لطيفه وكان احد زملائنا على وش جواز، فاداله نصيحه وقال له شوف فلان هقول لك مثل سمعته من زمان من جدتي ولا اعرفش ايه. قال له اتفضل يا استاذنا. قال له اتجوز المجنونه بنت العقله. ايوه، ما تتجوزش العقله بنت المجنون. لانه الام لما بتبقى نمط غير طبيعي غير سوي بشكل كامل بتفضل تدخلاتها في حياه بنتها تدخلات مسيئه وتدخلات مضره جدا بالاسره. فيا اما الام تبقى عاقله فتعقل بنتها وتبقى حكيمه فتوجه بنتها توجيه صحيح، يا اما ترفع ايدها عن الاسره وتسيب بنتها تختار اختياراتها في الحياه وتبني اسرتها على طريقتها. ويا سلام بقى لو عاقله وماما عاقله كمان، يعني هتبقى جوازه ما حصلتش. حاجه نادره يعني. دكتور حاتم، يعني لو جينا نقول قولا واحدا، امي متسلطه، اسمع كلامها ولا ما اسمعش كلامها لو بيتي هيتهدم؟ هو برضو السؤال محتاج يتعدل لتسنيم. يعني البنت دي لازم عندها قدر من الذكاء بحيث تخرج من المعادله دي. اطيع امي ولا جوزي؟ ما فيش معادله كده في الدنيا، اطيع جوزي وابر امي. وركب التركيبه دي ازاي؟ ده ذكاء البنت. ساعات بيبقى بر الاهل ممكن يحدث مشاكل مع الزوج. هو يعني غالبا لا، مع الذكاء لا. عارفه الراجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ابوه وامه منفصلين، وبعدين ابوه بيامره انه لا يزور امه. دي حاله متكرره جدا دلوقتي. وبيقول له بقى لو زورتها ولا شفتها ولا عرفت انك كلمتها ولا لن تبني ولا اعرفك والحاجات اللي انتوا عارفينها. فراح يسال النبي صلى الله عليه وسلم، متوقع ان النبي هيقول له حاجه من حاجتين، يا هيقول له قطع اباك، يا هيقول له بر امك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بر امك ولا تعصي اباك. الاثنين مطلوبين. روح، يا ايه معنى الكلام؟ ايه اللي انا فهم الكلام؟ يروح زورها وادي لها هدايا وساعدها واملى حياتها، وابوك ما يعرفش، خليك ذكي. ايوه، ده واجب وده واجب. والواجبات تتوازى، اديها بالتوازي، مش لازم اعمل انا تعارض بينهم. فامها في شويه حاجات لو عملتهم تقدر تأدي على الاقل الحد الادنى من البر اللي ربنا امرها بيه. تزورها وتلطفها وتاخد لها هديه جميله، ومره كل اسبوعين او ثلاثه مش كل يومين. ليه؟ لأن بتروح لها مرتين في الأسبوع. ما هو مرتين في الأسبوع عامل مشاكل. خليها مرة في الأسبوع، خليها مرة كل 15 يوم، وفي المرة دي عوضي واملي حياة مامتك برا ولطفا وحبا وكل حاجة في الدنيا، لكن ما تدخليهاش لو سمحتي في خصوصيات حياتك الزوجية، لأن ربنا أمرنا ما ندخلش حد في الخصوصيات. جميل جدا. ولأن ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك إن طاعة جوزك قبل طاعة أمك. وإن حياتك الزوجية ملك ليك أنت وجوزك، مش ملك لأمك ولا أخواتك ولا حد في الدنيا. جميل جدا.